انا مالي مذنون، انا مالي مذنون، انا مالي مذنون، مالي مذنون، انا مالي مذنون. يا مدحه مدحه، يا محلاها الحريه، يا محلاها الحريه، يا محلاها الحريه، يا محلاها الحريه، وسوريا نادت فيا رب السما محييا سوريا ردوها ليا، يا محلاها الحريه سوريا هي الطوارئ شلتها ارحل، قانون احزاب شكلته، بس اسمعوني كذاب، بس اسمعوني كذاب، بكره الماضي ترح رخصوا ارحل، والمكرو برجعوا بخمسه، بس اسمعوني كذاب، بس اسمعوني كذاب، هي المحافظ شلته ارحل، والجيش بكره رح طلعوا، بس اسمعوني كذاب، بس اسمعوني كذاب، من شان الله ارحل لك اخر مره ارحل، على حب الله ارحل. طيب شو بدكم؟ الشعب يريد اسقاط النظام، الشعب يريد اسقاط النظام، الشعب يريد اسقاط النظام. أنا رئيس الجمهورية العربية السورية، وهذه هويتي. أعلن انشقاقي عن الشعب السوري المجرم الذي يحاول إسقاط نظامي ويعتري وينكل على شبيحة الأبرياء، وأنا وكنظام سوري حر ومقاوم أقسم بالله العظيم أنني سأقاوم وسأقوم بقتل وملاحقة جميع أفراد الشعب الخائن والعميل والمندس وتصفيتهم تماما، حتى تعود سوريا كما كانت سوريا الأسد، سوريا الفاسدة، سوريا الدكتاتورية. عاشت سوريا الأسد إلى الأبد. طبعا لبيت الأسد، أنا شقيته. نعم، مع الموافقة على تعذيب الشعب وقتله. تفضل. مرحبا يا سيدي. والله يا سيدي ما بعرف شو بدي اقول لك، يعني والله هلكونا بهالسلمية يا سيدي، يعني والله مو معقولة هالسلمية، حنموت حنموت حننذبح من هالسلمية يا سيدي. لك شو عم يصير؟ والله ما بعرف شو عم يصير، لك شو عم يصير بهالبلد؟ لك ليش عم تصير؟ ليش عم تصير وحدة وطنية؟ لا تشكي لي ببكي لك، لا تشكي لي ببكي لك، لك شو هالشعب هاد؟ شو هالشعب؟ حاسس حالي أكلت خوذاء طلع من راسي من يوم ما قررت إني أوقف بوش هالشعب هذا.